عدنا من جديد مشاهدين، أهلا وسهلا. وأثر الحريات في تطوير الحياة الفنية، بس في البداية لازم إحنا ذات عشان نعرف الناس أكثر بمعنى الحريات دي. نعم. أستاذ طارق، هي الحريات بمعنى البسيط أنه الفنان يقدم حاجة بحرية بمزاج، يعني بدون أي قيود تفرض عليه أو كده، باعتبار أن القيود دي مقيدة للحياة الفنية. وأنا بتستحضرني مقولة للشاعر هاشم صديق في إحدى حواراته الصحفية، قال أنه دي برضو فرصة أن نحيي الشاعر الكبير هاشم صديق، أتمنى له الصحة والعافية إن شاء الله. وقال أنه الفنان هو طائر البشارة الذي يحب الشخشغة خارج القفص. يعني الفنان دائما لما تضع عليه قيود كثيرة جدا، وأنه أعمل كده وما تعمل كده، والفنان دائما بروحه بيكون في التمرد، بيكون في العفوية، بيكون في البساطة، فالإبداع بتأثر. فده المقصود من الحريات الصحفية، أنه يكون في جو مهيئ للفنان أنه يبدع، وما تكون في قيود مفروضة عليه لإبداعه أو غيره. أو لا، مع أنه مرات يعني زي ما قالت كاتبة لبنانية كانت درستنا في ورشة عن الكتابة، قالت أنه مرات الرغيبة الذاتي دي هو أكبر مهدد لحرية التعبير. حتى لو عندنا لو اعتبرنا أنه الكتابة نوع من الإبداع، فإنه مرات الرغيبة الذاتي بتاع الإنسان بيكون أكبر نوع مهدد لحرية التعبير. يعني إحنا بتأكد على المجتمع الشرقي حريات الذات. نعم. إحنا عارفينها. نعم. هي وين؟ نعم. مؤطرة بدون أي. نعم. خدش يعني. نعم. للحياة. فنتكلم برضو في الجانب ده، يعني خصوصا فيما يتعلق بالدراما، لو مسكناها مثلا حتى. نعم. الدراما. نعم. الخارجية. نعم. هي طبعا الحريات في الآونة الأخيرة أصبحت مفتوحة، بالعكس يمكن في زادت عن الحد، لأنه حتى لو الوسائط التقليدية مثل التلفزيون والصحف والقدرت فرضت قيودة على الشخص وإنه كان فيها رقابة، لكن في وسائط الآن مفتوحة في الفضاء الأسير الموجودة، يعني الفضاءات الإنترنت من الفيسبوك من وسائل التواصل الاجتماعي كلها مفتوحة. الزول يعني في جلسة واحدة ممكن يكتب الكلام وما في رقيب عليه إلا نفسه. يعني في المسألة دي ولدت برضو نوع كثير جدا من المشاكل، أبرزها حتى يعني مرات بيدبدو في حاجات بتكون نيتها طيبة. مثلا يقوم أنا تابعتها في الفترة الأخيرة دي، يعني أسرة بتاعت الشاعر الكبير صلاح حاج سعيد كانت متضررة جدا من بعض الناس بيقوموا يعملوا نداءات إنه عالجو إنه دينا ده إنساني ليه وبتاع. فأنا عجبني مقال كتبته ابنه، حسيت بوجع، يعني قالت يا أخي إحنا بنقدر مشاعركم دي وغيرها، لكن المسألة عندها خصوصيتها، احنا ما محتاجين، والشاعر ده هو زاد ما محتاج لحاجة، لكن لو في تعاطف ممكن يكون بطريقة أخرى. لكن قالت البوستات بتاعت إنه أجمعوا له تبرعات وعملوا ليه، وإنه المسألة دي بتسعدني جدا، يعني تكلمت على الموضوع ده. برضو أسرة الشاعر حافظ عبد الرحمن الأديب والموسيقار الكبير حافظ عبد الرحمن طلعت بيان قبل كده، لأنه في واحد مشى صوره وهو في المستشفى وقال إنه عيان وحالته صعبة. المسألة برضو ولدت نوع من الأثر الكبير جدا يعني في أسرته وكده. المسائل دي برضو بتوريك إنه الحريات استخدامها الخاطئ ممكن. صح. يسبب مشكلة. الآن ما بقت في مشكلة بتاعت رقيب، لأنه زي ما قلت الفضاء المفتوح ده في الإنترنت ده أسهم إنه أي زول ممكن يكتب، فبقى الرقيب يعني مفروض إحنا نعلي من القيمة بتاعت من القيم المجتمعية السودانية، خاصة احنا السودان في السودان عندنا موروث خاص وعندنا عادات وعندنا تقاليد وغيره. ظواهر الكتابة يقول لك ده نجوم التواصل الاجتماعي برضو مرات بيكتبوا عن حاجات شخصية جدا وحاجات مزعجة جدا بتثير الاشمئزاز، يعني فحاجة هي الحرية ذاتها انت لو ما استخدمتها صح ممكن ترتد عليك انت، يعني حتى ما بالضرورة انه تجيك جانب قانوني او جانب المجتمع ده اكبر حكم، يعني ممكن يحكم. صح. عليك انت مهما هو مثل ما انتخبك انه انت من اصبحت من نجوم التواصل الاجتماعي وغير، في لحظه ممكن تهبط وثاني ما يتابع عليك. لكن حاليا ارسي حتى لو الواحد عايز ياخذ كميه من اللايكات او في ناس يحضروه، فبالتالي بيقوم بعكس حاجاته الشخصيه، والحاجه دي واضحه. ناس عندهم مرض بقى زي ده، يعني الواحد بيفتكر انه لو ما عمل اكبر عدد من اللايكات ده مشكله بالنسبه له نفسيه. بعدين ده يحصل باي شيء، حتى لو كتب كلام فارغ، حتى لو كتب كلام مسيء لشخص، حتى لو كتب حياه شخصيه، وحتى في للأسف المزعلة دي امتدت حتى ظاهر الفتيات، يعني الواحد هاي صور خليعة جدا ما بتشبه التقاليد السودانية ولا بتشبه الأسرة السودانية المحافظة، صور مزعجة، كلمات ذاتها ساقطة جدا. يعني الآن أصبحت الوسائط تعج بمسألة مزعجة جدا، يعني ومسألة ما بتشبه القيم السودانية الأصيلة. وأنا أعتقد أن الظاهرة نفسية ذاتها تحتاج لتحليل نفسي في الأساس، يعني قبل التحليل الاجتماعي، ليه الناس وصلت من المرحلة دي وليه الوسائط دي موجودة في العالم كله والناس فيها. بعدين هي ما كلها وسائل تواصل اجتماعي، فيها وسائل للبحث والإنترنت، ده حاجة مهمة جدا، الناس ممكن تستفيد من الجوانب العلمية الموجودة فيه، وأي زول في مجاله بطور نفسه وكل الناس بتستفيد منه. يعني ليه يعني احنا بناخد دائما من كل حاجة أسوأ ما فيها يعني.
خارجيا في تقنين الحاجة دي. نعم. أي ظهور نعم. خارج عن الإطار طوالي بيتحركوا بيكون في جهات نعم. قانونية نعم. جداً. أنا ضد استخدام الأساليب القانونية، وبشوف إنه الجانب الاجتماعي ده ممكن، ونحن الجانب النقدي ده أهمها، يعني إحنا بس نحاول نحافظ على المسائل دي بشيء نقدي وشيء اجتماعي، ونفعل القيم السودانية دي كفيلة إنها ترد الناس لصوابهم. يعني أنا ضد استخدام الجوانب القانونية. ده ما يعني برضو إنه في الجانب الآخر شباب ما شاء الله زي الورد، أنا متابعهم نعم. بشكل شخصي نعم. بيستفيدوا من الجوانب حتى الحرية بتاعتهم دي، حتى في إبداء نعم. رأيهم نعم. في مجالهم أو في إظهار موهبتهم، دي برضو ساهمت بشكل نعم. كويس. نعم صحيح، يعني في ناس استخدموا الإنترنت في جوانب التواصل، في جوانب المسؤولية الاجتماعية، في جوانب بيطوروا أفكارهم ذاته. يعني في مجموعات بقت زي الزريعة السوداني اجتمعت بتطور الشباب ديل، بيساهموا في بيسمون شنو رواد الأعمال أيوه. بدوا يعملوا في أعمال وأسهمت حتى في الفنانين بتساهم. الزول ممكن يبث أغنياته عبر الإنترنت، تساهم في كثير جدا من الانتشار، وجميل إنه الزول يحصد لايكات، لكن لايكات تكون في موضع يعني ما لايكات بإنه المسألة بس حصد من أجل إنه الزول استقطب ناس، والجماهيرية ما دليل على النجاح في كل الأحوال. يعني كون أنت عندك لايكات كثيرة وعندك أصدقاء كتار وكذا، ده ما معناه إنه أنت ناجح. يعني في نهاية الاستمرارية بتطلب إنك أنت تكون متوازن، يعني نفسيا ومتوازن اجتماعيا، يعني متوازن فنيا وإبداعيا. يعني ده جيل الأجهزة الإلكترونية نعم. برضو منحبهم ونحترمهم نعم. وعندهم حاجات جميلة جدا نعم. يعني نعم. بيظهروها، لكن مفترض أن يكون في رسائل للتعامل مع الحريات، يعني حتى نعم. في إظهار أنت مواهبك أو حتى لو عايز أنت تصل للقمة، لكن كيف هي الترتيبات أو السلالم الصحيحة المفترض أن الزول يتوجه منها. المسألة طبعا بادية من العالم العربي في الوسط، الساحات الفنية تحديدا بتجد أنه ناس يعني بتكون مواهب متوسطة أو مواهب بتقوم بيستغلوا المسائل الاجتماعية دي والحريات دي، يتجاوزوا الخطوط الحمراء دي حتى يحصدوا الشهرة. يعني مثلا فنانة في ساحة عربية بيكون شغلتها كلها إنه بس تعلن عن زواج وطلاق والإشاعات ذاتها هي بتطلعها، يعني أيوة. في ناس حولها بتطلعوا الإشاعات إنه الليلة طلقوها وحصل لها خلاف كده. المسائل دي المجتمع دائما بحب الشمارات، المجتمع العربي بصورة عامة والمجتمع السوداني ده، فالمسألة دي بتسلط عليها كثير جدا من الأضواء بتخليها معروفة. يعني فنانين هسه مشهورين، المسألة دي حتى السودان وصلت الآن من بعض الدول العربية، وبيبقوا في فنانات بس دي شغلتهم، يعني بتستخدم حياتها الشخصية حتى إنها هي تكون تصل للناس عنه، عنه ما بتقدر عن طريق الغنى بتاعه ده وبتاع، لو قعدت 100 سنة ما بتصل يعني، ولا في زول بيسمعه وناس هذا تجاوزوها. هي بتحاول بطريقة المسألة بتاعت سارة العواطف والمسائل الشخصية، تناول حياتها الشخصية وغيرها، فدي بتعمل لها تحاول تعمل بها ضجة. استحضرني لقاء أخير كان جرته يجري منى الشاذلي مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، نتمنى لها الصحة والعافية، وقالت إنه أنا من الفنانات اللي ما بحب أكون حياتي الشخصية دي تكون عرضة للإعلام، زواجي وطلاقي. وحتى لما سألتها عن زوجة وكذا وطلاقة وبدأت تكلمت، حاليا هم ترند، تكلمت بشكل دبلوماسي كذا من زوجة الأول، وحاولت تعالج الموضوع بصورة دبلوماسية، وقالت لا أنا لست من الفنانات اللي بحاول يجعلوا موضوع حياتهم الشخصية عشان ينتشروا عشان يشتهروا وكذا. الآن في الساحة العربية كثير جدا من الفنانين صحيح. والفنانات، وحتى فنانين برضو يعني بحاول يبرز حياته الشخصية، حتى طبعا اللايكات دي ما فيها برضو عائد مادي، صح الإشاعات دي زادت يطلعوها، بدت ظاهرة برضو مزعجة جدا، ظاهرة الفنانين يعني الواحد يقول لك الفنان ده مات، برضو يطلق الإشاعات، ده برضو من الحريات، استخدام السلبي جدا للحريات المؤلم ذاته. يقول لك أنا مرة أتذكر في جريدة الصحافة دي حصل لينا، أنا كنت الوقت ذاك بدت من سنين، يعني المسألة دي طولت جدا، طلع إشاعة عن وفاة شرحبيل، ضربت ليه رد عليه وزاته يعني، فكتبت مقال قلت ما صعب انك تتصل بزول تنقول ليه إشاعة بتاعت اللي للأسف يعني. الناس نعم. اللي بتعمل أو تتدخل في الحريات نعم. الشخصية دي والحاجات اللي نعم. ممكن تكون مؤلمة، ما بيكونوا متوقعين مدى الصدى للشخص اللي بيسمع إشاعة موته، يعني صح لأنه صح. في ناس ممكن بالإشاعة دي هم ذاتهم انتقلوا لرحمة الله، لا يعني صح يعني الجوانب النفسية دي بتأثر، يعني انت ممكن بتضر الناس، يعني المسألة بتاعت الإعلام المسألة دي بقت مؤثرة جدا، فانت حريتك بتنتهي عندما تبدا حريات الاخرين دي. اي شخص بيستخدم وسائل تواصل او بيكتب في صحيفه او في تلفزيون او في اذاعه المفروض يفهم المساله دي عنه. بعدين المساله بتاعت الفقاعات، الزول ممكن ينتشر سريع جدا، الحياه دي بتخلي زول صاح ممكن يسخر، لكن بنفس السرعه دي هيهبط والناس حتنساه. بيبقى الاقيم، يعني انت لما تقدم قيمه اجتماعيه تكون صادق في مهنتك ذاته، الطريقه لمن صدق يعني بتصدق وبتقدر تمشي لقدام، لكن المسائل دي بتوصل الزول لحد معين، في النهايه الناس ما بيلقوا حاجه يذكروك بها، ما بينسوا صح.
صحيح. يعني انت لو اصلا درس مالك في الحياه الفنيه حينهار سريع وحتفلس يعني شكل يعني حاجه مرهقه انك انت تكون صح. عشان تكون دائما في خط صح. واضح او موجود في السوشيال صحيح. ميديا صحيح المفروض ذات يكون عندك ناس مفكرين لك معناها فعلا وهي التعامل ذاته نجود ما مقاطع على كلامك بيحتاج لتوازن نفسي يعني انت ذاته حقه يحصل تدرج يعني زو ذاته التعامل مع الناس والشهره والمسائل دي ما برضه في ناس ما بتحملوها بتاعت احتمال في ناس ما بيتحملوها يعني انت ذاته بتحتاج لك لطاقه نفسيه عشان تقدر تتحمل الناس زي في ناس نفسيا بتاثروا يعني الواحد يا جاته حاله بتاعت غرور شديد صحيح. يا جاته حاله بتاعت انعزال يا جاته صدمه كده بقى ما قادر يتعامل مع الناس تلقاه يتعامل بحده جدا مع الناس نفسيا حياته بتتعطل فالمساله دي دايره توازن نفسي شويه شويه الزول يتدرج يعني في السلم وكده وبتاع والحياه الفنيه دائما في العالم في المدن الفنيه مثلا زي هوليود بليود حتى في القاهره القريبه دي بتلقى الناس في الحياه الفنيه ما بيدرجون ما في زول طوال بيجي يطلع بيبقى الاثر يعني. النفسي كبير يعني المساله النفسيه دي بتاثر في الفنان كثير والموضوع ده ممكن يؤدي للانتحار يعني صحيح صحيح في ناس بيقولوا المشاهير ديل فاكرين انه هم سعيدين 24 ساعه صح. هم ناس مضغوطين عندهم ظروف شديده لكن الزول لو يتدرج ومشى بطريقه ستيب باي ستيب والمساله ذاتها بيكون بتوازن نفسيه ما بتكون في مشكله يعني بيقدر يتعامل مع الجمهور بيقدر يتعامل مع الناس ما بتكون في المشاكل النفسيه الموجوده الان يعني في الساحه الفنيه الان في كثير جدا من الناس الواحد بتلقوه بالصدم نفسيا ما قادر يتعامل مع الناس بتاع الحده ممكن يلجا لحاجات ثانيه مؤثرات عقليه صحيح. يهرب من المجتمع ده المساله بتاثر فيه شديد يعني فكره انه الادمان الحاجات دي كلها دي ظواهر للحاجه وجود زي وجود اخصائي نفسي مهم يعني هو الناس بيقولوا انه زول بيكون مجنون لكن هم مجنون كلنا احنا صحيح صحيح دي حاجه مهمه جدا يعني في جانب ثاني برضه لازم نتكلم فيه وانت ذكرت كلمه انه عموما العالم العربي وكلنا يعني لحد ما الناس بتكون حابة تتتبع أخبار المشاهير نعم. هل برضو دور الضغوطات الموجودة ممكن تكون ده متنفس يعني بما أنه الناس ممكن تكون قاعدة في فترات طويلة على أجهزة والله دائما هي حاجة عادية غير العناية النجوم دول بيكونوا مؤثرين يعني سواء زول في الإعلام سواء زول في الفن الجمهور بيكون داير يتابعون وبحبهم يعني في ناس كثيرين جدا منهم محبوبين بتابع أخبارهم بتابع نشاطاتهم بتابعهم بالذات هنا عندنا في السودان يعني المتابعه عاليه جدا متابعه عاليه والجمهور صادق جدا يعني لو حب الزول بيحبه صحيح ما لو كرهه برضه حيكرهه بصدق يعني الزول عشان كده بتلقيه الناس محدودين بعدين المسائل دي كلها من ربنا يقول لك القبول من ربنا يعني في ربنا الواحد زول بيزرع له القبول في قلوب الناس بس هو بيكون ما مقبول يعني مهما قدم مهما عمل ما هنا الناس بتنفر منه يعني القبول ده شيء رباني يعني جميل فالمسألة العادية أنا ما شاعر فيها مشكلة المشكلة إنه الفنان ده يستغل الشهرة والحياة دي في بشكل صحيح بشكل غير صحيح يعني أيوة هو اللي طبعا لو مشى بشكل صحيح معناه ما تكون في مشكلة يعني, أيوة. يعني ممكن يكون مشهور ومعلوم نعمة يعني إنه زول يكون معروف ودي حاجة كويسة يعني إنه الإنسان يكون معروف وفنه يصل للناس سواء كان كاتب سواء كان فنان سواء كان شاعر سواء كان مذيع سواء كان إعلامي يعني يكون فنه يصل للناس دي أقصى ما يتمناه أي زول شغلك يعني. طبعا برضه هو ترند ليك وإحنا شعب محترم نعم بيحب صحيح الناس ذات القيم صحيح الشخصيات الراقية والمحترمة عايزة أتكلم عن الحريات في الدراما برضو نرجع الدراما دي مهمة جدا دي أهم حاجة يعني صح الدراما دي عنها فيها بتتناول جوانب اجتماعية وغيرها واستحضري برضو بقول لأحد الفنانين تعرضت لهجوم كبير جدا قالوا انه المسرحيه دي فيها فقال ثاني يوم الناس كلهم جاوا عشان يشوفوا المشاكل الموجوده في النقد اللي تودى النقد مرات كان حاجه سلط الضوء على زياده على المسرحيه وخلى الناس تجي تحضرها يعني قالوا الناس هاجموها وقالوا فيها مشاهد خاتشه وشنو الناس بدات تجي تحضر يعني قال انه المساله النقد افادني جدا يعني فبرضه مرات الناس بتستغل المساله دي انه يقوموا النقد الكثير سلطوا على المسرحيه كلام وبتاع ناس تجي تحضر أيوة. هنا عندنا في السودان غير الحريات هي صناعه العمل الفني ذاته فيها مشكله الدراما ذاته فيها مشكله من حيث الصناعه ذات عشان كده هسه انا شاعر بان الحريات دي مرحله متقدمه جدا عشان نوصلها يعني احنا في الاول عندنا مشاكل اساسيه في تقنيات اساسيه زي الاضاءه زي الصوت زي المشاكل العاديه دي بتلقي فيها مشكله عشان كده انا شاعر بانه الحريات دي بعدين يعني دي حاجه يمكن نتجاوزها ذاته يعني اي شيء ما دام شعرنا انه في دراما مستنا من الداخل نعم. او لعبت دور لحد ما سلطت الضوء على مواضيع الناس بتشوفها وقدرت انه هي لا ده حقيقه لا انا بقصد انه احنا محتاجين يعني نطور الموجود عندنا لانه العالم الان اصبح مفتوح زمان انت ما عندك اي مشكله قدمت حاجه انت ما في اقلاق يعني ما في الناس ما قاعده فضاءات دي ما كانت مفتوحه لكن اي زول ربة المنزل العاديه بتفتح اليوتيوب دول بتفتح بتشوفها على دراما يعني بتتابعها في العالم فانت بقى ما عندك حل يا اما تقدم حاجه بجوده عاليه جدا يا اما ما تقدم تتنازل بس يعني
فانا شاعر عندنا اشكالات كبيره جدا احنا في الدراما، ومردها للتمويل برضه في مشكله يعني احنا عندنا دائما في التمويل الثقافي يعني المفروض يكون في تمويل عشان يطور العمل ده. بعد ذاك بتجي الحريات، احنا بعد نكمل الحاجات دي ونكمل الاساسيات دي الحريات بتكون. شاعر بانه ما في مشكله في الحريات الان، حتى لو في منع لمسرحيه او لدراما وبتاع، النت ده مفتوح، الفضاء ده مفتوح، الزول ممكن يبس يعني. لكن الاساس العقبه الاساسيه شاعر بانه الحريات ليست مشكله للدراما ولا للحياه الدراميه عندنا ولا للمسرح، ولا دي ما المشكله الاساسيه اللي عندنا. المشكله الاساسيه في مشكله بتاع التمويل، في مشكله بتاع التدريب واحتكاك يعني. احنا معظم الدراميين معظم ما قاعد يحتكوا بالمهرجانات العالميه والعربيه وغيره، والتدريب ده ما بيكون في المعهد ولا بيكون في معهد، المساله بقى التدريب مفتوح، انت لازم تكون متصل تتطور متصل بكل الجديد في العالم ده. عن الفنون الدراميه والهذه بقت مدارس متطوره جدا، كل يوم تظهر حاجه جديده للعالم، سواء في طريقه التكنيك في التمثيل، سواء طريقه الاضاءه، سواء طريقة التصوير ذاتها، سواء طريقة يعني في تطور بقى كبير جدا في العالم. المسألة دي لو بقيت في عزلة عن ما يحدث في العالم من جديد ومن تطور في الدراما. كلامنا طارق، نتحدث في نقطة مهمة جدا، التنافس برضو بتاع المشاهير يعني في نطاق الحريات. التنافس ده برضو بيجي من الاستخدام الخاطئ للحريات يعني. مثلا بتلقي انه الشخص برضو بتكون مواهبه محدودة يعني، في ناس مواهبهم محدودة جدا بيحاولوا عن طريق التنافس غير الشريف زي انهم برضو يصلوا لمراتب ويحاولوا يتقدموا وغيره. ده برضو ده ظاهرة برضو ما إيجابية يعني، بنجدها كثير جدا في الساحة الفنية. وبتجد بعد ذلك طوالب تتطور، مرات بتصل للسطح تلقى تصريحات وتصريحات مضادة وهجوم على أشخاص زملاؤنا وزميلاتهم، تلقاها في الوسائط وفي الصحف دائما بتستخدمها والوسائط الاجتماعية وغيره. ودي برضو ظاهرة ما إيجابية بتوري إنه الحياة الفنية ما فيها تأسيس سليم يعني، إنه هي التنافس شيء إيجابي يعني، بشرط إنه يكون تنافس في العمل الفني وليس تنافس في شخصي يعني. نعم. يكون تنافس شريف في العمل الفني والناس كلها بتصل وتتطور، بعدين الأذواق بتتباين يعني. يعني الناس في الحياة الفنية ده أي زول بيكون عندهم ساحات يعني، في زول بيسمع حقيبة، في زول دار يسمع الشباب، في زول دار يسمع الفنانين الزمان، أي زول عنده ذوقه، فأي زول بيكون عنده جمهوره يعني، وأي زول بيكون عنده محبين، وأي زول بيكون عنده معجبين. لكن في ناس يعني ما عندهم يقين بالمسألة دي يعني، بحاول يقوم يفرض تنافس، أو بعدين ظهور أي ناس جداد بيعتبرهم خصما عليهم يعني، ما بكون مرحب دائما يعني. هو كل زول بيكون عامل بصمته يعني، في ناس ممكن يكونوا ما راقبين، ما داري بيكون هو دائما بس يحتكر المساحات، يحتكر الحدود. بس على دي برضه بتولد نوع من ال من ال الجو غير المناخ مشحون يعني، مناخ مشحون بالتوتر كده في الحياه الفنيه، مع انه هي الفنون دي في قيمها الاساسيه وفي معناها الاساسي انها هي فن يعني، مبنيه على التسامح والمحبه. حتى النقد يعني هو مبني الجميل بيكون عن محبه يعني. فالمسألة بتولد نوع من الجو المتوتر في الحياة الفنية، وبتؤدي لعدم تطور الحياة الفنية ذاته. عن التعاون والأساس السليم للتطور زمان احنا كنا بنسمع عن قصص جميلة جدا يعني في الحياة، أغنية مشت لفنان معين مفروض تمشي له، ده بتلقى الفنان الثاني ده سعيد بها جدا كأنه غناه وغيره، بكون في تعاون يعني. مرات الحياة الفنية دي من غير تعاون ما بتمشي يعني، انت اصلا لو ما عندك روح التعاون والله في اي مجال اي يعني ما بتمشي في اي في كل المجالات كل المجالات يعني. ما في كل المجالات الاعلاميه المسائل دي لو ما بقى في تعاون ما في روح ايجابيه، وبتلقى برات طوال يحاول الواحد يحاول يصفي خصومه يعني عن طريق الاشاعات، عن طريق الاشاعات برضه دي ظاهره دار لا اغنيه دار لا حلقه دار اغنيه ودار حلقه عموما يعني. في ناس من يعني مع الخبره خلاص الجلد بتمسح صح يكون صح ما في مشكله، لان الاشاعه الواحد لو سكاه بتكبر صحيح فممكن صحيح هي يعني. زمان احنا بندرسها بقول لك انه الشائعه دي ذاتها مصدرها بتكون ما معروف، هسه مرات بتكون عارف مصادرها ذات بقول لك الاشاعه دماغ. طيب في نهايه حلقتنا دي احنا عشان بس برضه يعني ندي الخلاصه للناس انه الحريات دي مهما كان بس لا نتجاوز الآخرين، لا نؤذي الآخرين يعني في سبيل الشهرة أو في سبيل تسليط الضوء يعني. وفي نفس الحرية الفنية أنا أعتقد أنها بتبدأ من المبدع والفنان نفسه أساسا، لو هو يعني حكم قناعاته الشخصية وحكم ضميره وحكم الأسس الفنية ما بنحتاج لأي رقيب في الحياة الفنية دي، وأنه الأمور بتمشي بسلاسة وبتمشي دي طبيعة الفن ذاته يعني، وأنه ما حتكون في مشاكل في 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 الفنون يعني. نعم ده كلام جميل، انا بشكرك والله جزيل الشكر. شكرا شكرا على وجودك معنا احمد، ان شاء الله نشوفك في يعني مراتب عاليه ونفرح بنجاحاتك ان شاء الله وبنجاحك في الجامعه ان شاء الله اخر سنه. الله يديك العافيه. اللهم امين ان شاء الله. مشاهدينا شكرا للجميع، ومني انا دائما نجود حبيب احلى ورقه تحيه، مع السلامه وفي امان الله. تفضل يا احمد. Thank you.
عمرك بيجيب همي لو بيا مهتمي لو بيا مهتمي حيبة فيك بيت أمي يا الكناري وناري يا الكناري بالفرق وناري يا الكناري ما بنطال والله ليلي طال والله ليلي طال حمى وسهر بطال يا الكناري وناري يا الكناري بالفرق وناري يا الكناري والله فراق دمي حراق والله ليك مشتاق والله ليك مشتاق لو شفته بالرقراق يا الكناري وناري يا الكناري بالفرق وناري يا الكناري أبشر وأنا